وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. هذا وتضمنت جلسة مجلس الشيوخ أيضا إدراج طلب مناقشة عامة مقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمية. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تلقى خلالها المجلس رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لأخذ الرأي بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ليحيله رئيس الشيوخ إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. مشروع القانون الوارد برسالة السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. مجلس الشيوخ وافق نهائيا خلال الجلسة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. جلسة مجلس الشيوخ تضمنت أيضا إدراج طلب مناقشة عامة مقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي. التحول الرقمي في مصر شاهد طفرة كبيرة جدا خلال السنوات الماضية، وبنشيد بجهود معالي الوزير والوزارة، فعلا حصل طفرة في البنية التحتية وفي التعامل مع الناس، لكن احنا بنطمع في المزيد. لسه لغاية النهاردة في بعض المناطق في مصر محتاجة ان هي نزودها بالبنية التحتية. الحاجة برضو اللي بشيد بها في الوزارة هو البرامج التدريب للشباب. حقيقة شفت الفترة اللي فاتت ان في برامج عملتها الوزارة بخصوص تدريب الشباب على التعامل الرقمي، وشفت إقبال كبير جدا في هذا الموضوع. الدولة قامت بدور طيب في يعني كبداية في ملف التحول الرقمي، وعملت مبادرة مصر الرقمية، وبدأت تظهر منظومات إلكترونية جيدة، زي مثلا أذكر منها على سبيل المثال منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروفة اختصارا بجيف ماي إس، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية، ومنظومة الخدمات الإلكترونية، ودي كلها مبادرات طيبة. ده بالإضافة للداتا سنتر اللي مفروض أنه بيتجهز في العاصمة الإدارية الجديدة. الحكومة أكدت في ردها اهتمام الدولة بجهود نشر الوعي بالخدمات الرقمية وتمكين قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة. رئيس مجلس الشيوخ قرر بنهاية الجلسة إحالة موضوع طلب المناقشة العامة وتعقيب الحكومة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.